أعدي عليك بكرة الصبح حوالي الساعة 10 عشان نروح الحبيشة. ربنا يعمل اللي فيه الخير. سلام عليكم يا باشا. مع السلامة. حنان بنت حنان عايزه ايه انت؟ لسانك ما يخدمش لسانك. يلا بينا عشان نروح للست فاطمه. نروح لها فين؟ نروح لها بيتها. ونروح لها ليه؟ عشان اخوك يا وعي. اخويا؟ اخويا اللي عايزه 40 نص مليون. بطل يا جدع، انت مش عارفين نتخمد. الله ملك يا حبيش. دلوع يا عمار، حاسس ان دلوعي اتكسرت، مش قادر اصرف حيلي، صدري وجعني. ما تخلص نفسك من اللي انت فيه ده يا حبيش. حتى انت يا عمار عايزنا نجر على الجريمه ما عملتهاش. ما بش هيسيبوك الا لما تقر. وفر على نفسك التعب والبهدله. جرالك ايه يا عمار؟ انت محسسني اني اجر على رغيفه سرق؟ دي جريمه قتل، يعني فيها اعدام. ما بالطريقه اللي بيعملوها معاك دي هتموت قبل ما توصل النيابه، وده غير امك واختك. حبيشه خد اضرب الحبايه دي يا اخويا. دي بتعمل ايه دي؟ دي مش هتخليك حاسس باي حاجه، وهتريح كل الوجع اللي في جتتك. الف سلام عليك يا اخويا. بعت ابنك يا عفاف؟ ولا بيع ولدي بيكنوز الدنيا. اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجل. امال لو ما كانش الكلام قدامي؟ اصلك ما سمعتش حسه والوجع بليه. حبيبي حبيشة، فكرك الراجل اللي اسمه سعد ده جالي ليه؟ عشان حبيشة ما رضيش ينولهم مراته. تقوم انت تنوليه لهم. هم عملوا فيه ايه عشان يجوا في الاخر يكلموني؟ يا حبيبي يا اخويا هيفضلوا يدقوا عليه لغايه ما عضو يتكسر. قلت اديله نفس يريح نفسه شوي. بس انت كده هتغرقيه. كلام الراجل ده يا بنتي معناته غرقه جهد. كل تغريدنا